المشكل ديال الصحة بشكل مباشر هو أن المستوصف هذا ما فيه لا أدوية لا تلقيحات. الفربلية كنجيو عندها مسكينة كتبغي دير المجهود ديالها، كتقول لك ما عديش الأدوية ما عديش الإمكانيات. تامن التعليمات ديال سيدنا اللي عطاهم سيدنا الله ينصرو على ودي بوحمرون، عطى تعليمات ووزارة الصحة خرجت هي بالبلاغ ديالها باش يعطيو التلقيح لجميع الدواوير، ولكن حنا في هاد الدوار ما شفنا لا تلقيح ما شفنا لا ادويه لا مضادات لهذا المرض هذا لهذا الفيروس هذا. ولكن غادي نعطي واحد الاشاره من هنا غتبان القمه ديال هاد البلاد والقمه ديال المغرب بصفه عامه عند المسؤولين ديالنا. غير من هاد الرايه اللي هنا شي جوج مرات ولا ثلاثه المرات كنجي عندهم انايا شخصيا كنقول لهم راه دخلنا عليكم بالله الدرابو ديال البلاد مقدسه ديال البلاد، يدوزوا نصارى يشوفوهم هكا، يعني البلاد ديالنا ما كتسوى علينا والو، يعني الدرابو ديال البلاد ما كيسوى عندنا والو. بدلوه شي مره جوج مرات وانتم كما كتشوفوه، الا ما نبعتيهمش ما كاينش اللي يدير خدمته، ما كاينش اللي عنده حتى حس الوطنيه باش يحيد داك الدرابو. حتى من المسؤولين اللي هنا اللي قرابين اللي من الواجب ديالهم يحميو داك الدرابو ما عرفتش فين هما. وحمرون على ما سمعت انا حيت انا ما كنبقاش في البلاد بزاف، دي السفر ديالي كنمشي للخدمه وكنرجع، سمعت ان شي خمسه ديال الدراري تصابوا بوحمرون، والحمد لله الله شاف الوحيد ديال والديهم وشاف فيهم وهما تشافوا الله مالك الحمد. كون كان الشفاء ديالهم في يد هاد المسؤولين وفي يد هاد المستوصف الله يرحمنا، ولكن الله كبير الحمد لله. الناس كيحاربوا بطرق تقليديه وبطرق طبيعيه بالادويه الطبيعيه اللي كتعطي مفعول ديالها الحمد لله. المرأة إلا كانت حاملة عندها حل واحد، كتمشي لبني ملال وفيها الطريق الزينة الحمد لله، كتوصل بخير وعلى خير وكتولد كترجع الحمد لله. اللهم لك الحمد. عندنا العيالة شحال من وحدة كتمشي يا ولدها يا ولدها كيموت يا هي كتموت، المهم كتمحل مسكينة. عندنا هذا المشكل كبير، ومع العلم أن السيد الوالي وعدنا أنه غيدير جوج فرمليات مختصة في الولادة، ولكن احنا ما شفنا والو لحد الان. قبل ما توصل لمرحله الولاده راه عندها على الاقل واحد جوج تحاليل ولا ثلاثه تحاليل كديرهم، وبالنسبه للعيالات ديال هاد الدوار هادو راه عندها حل واحد، كتمشي كدير دوك التحاليل في بني ملال وهاد الطريق المحفره الزوينه تبارك الله، كتمشي للمراه باش دير تحاليل كتصدق محنه كترجع من بعد التحاليل كتوصل ما تعرفش خاصك تديها ثاني دير ليها تحاليل، راه غير داك الطريق غادي تعطي المفعول ديالها في ديك المراه اللي حامله. وملي كتبغي تولد ويلك حال غير خليها الله كنبغيو نديوها، مره كتوصل كاينه اللي عندها المناعه قويه كاينه اللي عندها الصحه ديالها قويه كتوصل كتولد بخير وعلى خير، كاينه اللي محنه مسكينه في الاصل كتولد في الطريق هي ولدها كيموت هي هي كتموت، لا حول ولا قوه الا بالله. بخصوص الصحه شنو المشاكل اللي عندكم؟ مشاكل كثيره. اولا المشكل الاول ما كاينش البلاصه، ما كاينش السبيطار المستشفى ما كاينش. ثاني حاجه ما كايناش الاطباء ما كاينينش. ثالث حاجه الادويه. يعني بحال مثال ان المراه ملي كتبغي تحمل يعني كيصيفطوها لبني ملال. بني ملال راه صعيب، راه طريق راه اولا طريق خايبه، ثاني حاجه انها بعيده على هنايا، يعني راه ممكن من الممكن انها تولد في الطريق باش توصل من هنا لبني ملال راه بزاف، زائد الطريق الوعره اللي خايبه، الطريق راه للاسف الشديد الطريق راه خايبه، الطريق راه بزاف خاصه بزاف الصلوحات، فما بالك انك غادي تمشي في الطريق تتولد لهم في الطريق. يعني المراه كنعرفوا انها خاصها تدير شي تحاليل، التحاليل ديالها التحاليل اللي كدير المراه خاص تمشي حتى لبني ملال اللي هما بسط زعما، راه خاصنا نمشيو حنا حتى لبني ملال. بني ملال راه صعيبه، الظروف راه حنا فقراء للاسف الشديد، ما عندناش الامكانيات باش نمشيو لبني ملال، لانها مدينه بني ملال ما يمكنش اننا خصوصا الطريق. اولا الطريق اول حاجه، الطريق ما راه الطريق خاصو بزاف الصلوحات، ثاني حاجه اننا خاصنا نمشيو حتى لبني ملال. بني ملال راه الظروف ديال قاسيه جد قاسيه، يعني ما كناش الامكانيات باش نوصلوا لبني ملال. تنطلبوا لمنزل الصحه اولا يكون عندنا حتى حنا مشرف، واش ما منحقناش حتى حنا من عندنا الحق ان يكون عندنا
المستشفى، يلحق يكون الاطباء اللي بغات تسول مثلا تسول دقه قريب هنايا، قريب دارها، قريب وليد قريب وليداتها، ماشي انها تمشي تبطل مدينه بني ملال، يعني راه بزاف الظروف ديالنا ما كانش الامكانيات باش تمشي حتى لبني ملال باش تولد. خاصنا الادويه كم مرات شي حد خاص تمشي حتى لبني ملال. بني ملال للاسف راه بزاف الحوايج، خاصه الطرقات راه غير صالحه بالنسبه للامكانيات ديالنا، للاسف الشديد ما كانش الامكانيات باش نمشيو ليها. وصلنا بوحمران بكثره منتشر بزاف في هذه القريه، للاسف ما عندناش الادويه باش نداويو اللي ماتوا بزاف الحوايج، بزاف ماتوا اللي كبار ماتوا اللي صغار، يعني اثر بزاف على البشر. للاسف الشديد ما جاتش السلطات دير لنا تلقيح، دير لنا تلقيح للمرضى، يعني الولاد الصغار النساء العجوزات ونسبة الشيوخ، يعني حتى للأسف الشديد أثر على بزاف ديال من الأطفال الصغار وحتى الكبار، يعني حتى ماتوا للأسف الشديد بسبب قلة السلطات اللي ما عاوناتناش. مع الأسف حنا ما وصلناش حتى حاجة إلى أمر سيدنا الله ينصره، ما وصلتناش حتى حاجة للأسف الشديد. كانت حالات بزاف ديال بوحمرون للأسف كان ماتوا فيها بزاف، وما كانش اللي يعالجهم، ما كانش حتى حاجه، ما كان يعني بزاف الحالات ماتوا بسبب حمره. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.